دلوقتي جه ميعادنا على الهواء مباشرة مع أميرة من قاعة مفيدة من قاعة المؤتمرات، ومفيدة طبعا نزلت على أرض الواقع عشان تثبت إن الستات بيعرفوا يتعلموا وبيعرفوا يطبخوا، مش كده يا أميرة ولا إيه؟ مفيدة النهاردة هتثبت لنا انتصار وتفوق ساحق على نفسها وعلى كل اللي بيطبخوا وقلوبنا معها. مساء الخير يا مفيدة. ألو، مساء الخير يا مفيدة. مساء الخير يا منى. مساء الخير. السلام عليكم. مساء قفلك بقى يا فيلا. مساء الخير لكل مشاهدينا. وحشتني منى وحشتني اميره، بس حقيقه انا مبسوطه جدا بوجود الستات الرهاب الموجودين عندنا هنا. بجد احنا هنثبت ان احنا نقدر نتعلم في اي وقت. قولي لنا يا مفيده. بشكركم. واي منى اتفضلي. ازيك يا مفيده؟ ازيك يا اميره؟ سلمي على الستات اللي عندك يا حبيبتي. سلمينا على كل اللي عندك. اميره بتسلم عليكم واحده واحده. وانا نفر نفر. ومنى بتسلم عليكم واحده واحده. نفر نفر. ها يلا يا مفيده هتطبخي ايه؟ قولي لي يا مفيده هتطبخي لنا ايه النهارده؟ انا عايزه اقول لكم الاول ان النهارده سوبر ماركت 2012 زحمه جدا، اقبال رهيب جدا من كتير من الحاضرين، من واضح ان الاسعار حلوه قوي. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده جمعيه اطهار مصريين اخدوا التيمه بتاعت حته المطبخ بتاعتنا، ان الستات لازم يتعلموا يطبخوا، ومعانا ثلاثه من اجمد شيفات موجودين، وهم تقريبا في منتخب مصر للطهاه. النهارده هنلتقي باول شيف فيهم، هو الشيف جلال فاروق، وبيسعدني ان يكون موجود معايا. شيف جلال اهلا وسهلا بيك، مش هحييهم. خلينا نرحب بيك الاول وارحب بكل فريق الاعداد الجميل ومنى واميره اللي اتفرجوا علينا. سلمينا عليه جدا شيف. منى واميره بيسلموا على حضرتك طبعا. شيف عايزه اقول لكل مشاهدينا ان قبل كده كان المطبخ شغال، وكان فيه الشيف رويده، وعملت لكتير من الجمهور، عملت طاجن عكاوي بلسان العصفور، وعملت لهم عصير فيتامين سي. النهارده بقى شيف جلال هيعلمنا ايه بقى. بصوا بقى، شوربة طماطم، حاجات كتير، وطاجن بامية بلحمة الضاني، طاجن بامية، وزبادي سلطة، ورز نعمله على الطريقة الصعيدي، حباية وحباية. طيب أوكي. هتبتدي الأول بالمقادير، إيه أول حاجة؟ هنبتدي بالمقادير الأول. إيه أوكي. أول حاجة هتبتدي بإيه؟ هنبتدي بسلطة الزبادي عشان مش تاخد وقت كتير. طيب أوكي. يلا. عصير طيب. الليمون. أوكي. زبادي. قربنا الأول المقادير زي ما إحنا علمناكم في البرنامج. طيب. بنعمل إيه الأول؟ لا سمعوني صوتكم، انا بحبش. ايوه كده. المقادير: عصير الليمون، مقادير زبادي، خيار، جلد الخيار، هنحط فص ثوم وزيت زيتون للجرنش. طب يلا انا مستمعاك. اوكي يلا يلا نبتدي. يلا هنضيف الزبادي. اي حد عنده اي استفسار يقول، اي حد عنده اي سؤال احنا كلنا بنتعلم، واللي عنده اضافه يا ريت يقول لنا برضه، احنا برضه حابين نتعلم. وقتي من الكوكو يعني. ايوه يا شيف. هنضيف الزبادي بطريقه بسيطه جدا. اوكي. وشويه خيار. انت مقطعه مش ضاربه في الخلاط؟ لا مش ضاربه في الخلاط، عشان بس مش عايزه يفقد القيمه الغذائيه اللي فيه، وفي نفس الوقت ان انا خدت قشر الخيار اللي هو فيه كل الفايده اللي انا عم محتاجها. اوكي. حاضر. يا ريت عودين بقدونس. او ايه رايك لو حبيت اضيف بقى نعناع؟ بقدونس بيبقى بقدونس او ممكن نضيف المعده، او ممكن نضيف كمان. ايه رايك لو ضفنا نعناع؟ ماشي. طيب ها اوكي، هنضيف بس شويه عصير ليمون بسيط. اوكي، ونفرم فص ثوم. بص انت اطبخ وانا بقى انا هقعد احيي الناس. طيب. بقى وبتاع، يعني كمل انا معاكم بقى وبتاع، انا برضه احب اشوف الناس. وحشتوني، ازيكم؟ اهلا باهل اسماعيليه يا حبيبتي. والله انا جايه من اسماعيليه وكلنا بنتشرف بالدول. ربنا يخليكي، ده يسعدني. انا افضل سلطه الزبادي، قلت لها نعناع وفص ثوم
وقبل سيدي. حاضر. هقول وادخل. حاضر. انا نفسي اجي معاكي البرنامج بس مش عارفه اكلمك من عينيا. طب اعمل ايه؟ اسيبك الراجل من فضلك. اهلا يا حاجه. ابدا ابدا لا يسعدني يا حاجه. يا رب نعلم على وشك الله يرحمك. يا رب يخليك. امير امينه لمنى الاميره. حاضر. اعاده في كل وقت. وانا كمان روح بقى للشاف شويه عشان وانا هاجي هنا لسه مش ناسياكم. خلينا كده احنا خلصنا الزبادي. الموضوع بسيط جدا. ده الزبادي كده؟ اه زبادي. طيب. وشوية خيار، قشر الخيار ونعناع. وشوية عصير ليمون. الموضوع ما فيهوش. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شوربة؟ بعد كده هنعمل شوربة طماطم. طيب مقادير شوربة الطماطم. مقادير شوربة الطماطم. اوكي؟ طماطم، جزر، بصل، كرات، كرات فرنساوي، كرفس فرنساوي، ثوم، كريمة لباني، ملح وفلفل وأعشاب، مكعب مرقة خضروات. اوكي ممكن نضيف صلصه طماطم لو حد بيحب صلصه طماطم. اوكي ناخد الكرفس بتاعنا. هي شوربه الطماطم بتتعمل بكرفس؟ بكرفس وكرات. حد جرب قبل كده من الستات الموجودين شوربه الطماطم؟ ايه الاخبار؟ حد يعرف شوربه الطماطم بالكرفس ولا في حد عنده فكره تانية؟ واضح كله تمام. هدي بس شويه زبده صغيرين. اقلب لك انا لو انت عايز. انا برضو احب اساعد. طيب. يعني انا دلوقتي حطيت الكرفس وادي البصل والبصل كله. احنا مش عايزين نحمر حاجه، احنا كل الموضوع ان احنا عايزين الحاجه تدبل بس. طيب اوكي. نبي افتكرت وانا بقلب الشيف محمود امانه سلمولي عليه. ازيك يا شيف؟ عايزين كمان نتكلم على ثقافه الغذاء الموجوده في مصر وثقافه الغذاء الموجوده. انا عايزك تعلي صوتك بقى وانت بتتكلم في الموضوع ده عشان كل اصدقائنا يسمعوا. عايزين نتكلم في موضوع ثقافه الغذاء الموجوده في مصر. موضوع عايز يكلمكم فيه، بيقول ان في هرمونات في جسمنا ممكن تساعدنا ان احنا ناكل احسن، صح كده؟ تمام تمام. وما يجيناش زي ما الحكم بيقول لو حطينا كرفس يريح معدتنا، ممكن الهرمونات دي تريحنا اصلا من غير كرفس؟ لا ده في كمان فكره غريبه جدا ان ما حدش واخد باله منها، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق الاكل كله عباره عن ثلاث حاجات في الكون، في الكون وفي الكره الارضيه كلها عباره عن ثلاث حاجات. فيتامين ان احنا بنقدر ناخده من الخضروات وبنقدر ناخده من الفاكهه، والحاجه الثانيه اللي هو الستارش او اللي احنا بنقول عليه الكربوهيدرات او اللي هو الرز والنشويات. تمام. وثالث حاجه هي البروتين. اي اكل في الدنيا هو عباره عن ثلاث حاجات، الثلاث حاجات دول. فاحنا عايزين نعرف ان احنا ثقافتنا الغذائيه ان احنا نقدر ازاي نفرق بين ان احنا ما ناكلش رز بس، ما بين ان احنا ما ناكلش خضروات بس، ناكل وجبه غذائيه كامله مكمله. اي حد عنده اي سؤال احنا جبنا مايك عشان نسمع كل المشاهدين. تعال اتفضل. تعال تعالي وانا اقول لك. الاول اسمك ايه؟ الحمد لله. الاول ايه رايك في تجربتنا هنا النهارده في المطبخ؟ والله لذيذ. اتفرجي علينا؟ اتفرج عليك على طول والله. من معجبينك. ربنا يخليكي. النيو لوك اللي انت عاملاه. حركات حركات. المهم خسيت ازاي؟ حاضر. خسيت ازاي؟ ما باكلش منع ثلاث حاجات، فاكهه، حلويات، وفكري وعصاير. ثلاث حاجات باكل بقى. منع الحلويات والفواكه والعصاير. باكل مكرونه، طعميه، فول، بيض، اي وقت زي ما انا عايزه، ولحمه وفراخ ومسقعه وبصاره وكل حاجه، لكن حلويات وفاكهه وعصاير لا. حد عايز يسال تاني؟ شافع حد عايز يسال؟ ما جيتش هنا بقى. اول ازيكم عاملين ايه؟ يا حبيبتي اهلا وسهلا. انا مش جاي اشتري، انا جاي عشان خاطرك. مين لازم تشتري كل سنه طيبين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا كمان بنرحب. احنا يا كابتن في حد عنده اي استفسار؟ تعالوا بس. حد عنده استفسار للشيف؟ حد عنده اي استفسارات؟ وانا يا ماما. لا مش عايز. مش عايز. طيب ميرسي. شايف احنا وصلنا لغايه فين؟ حد عايز اسئله؟ ايوه كنت عايزه بس بقى.
كنت عايزه بس استفسر على عايزه اعرف الديك الرومي بالخلطه ممكن يعني يقول لنا الطريقه وهو شغال، وصينيه الرقاق باللحمه المفروم. طيب عايزين نعرف الديك الرومي بالخلطه وصينيه الرقاق صح كده باللحمه المفرومه. باللحمه المفرومه والعرق الفليتو، عرق اللحمه البارده الفليتو وعرق اللحمه البارده البيتيلو الفليتو. لا الفليتو اوكي اللي هو بيتحط في صينيه وبيخش الفرن اللي هو ممكن يطلع منه الروز بيف. اوكي صح انا بعمله بس خلي مايك انا عملته يعني بس نشب مني. حطيت تحتيه بوكيه جارنيه، حطيت انا الاول شوحته وبعدين حطيت تحتيه بوكيه جارنيه وبعدين أوكي. حطيت له كوبايه ميه وغطيته بالفويل ودخلته الفرن. تمام. بعدين بعد ما طلع يعني في الاخر خالص شلت الورقه شويه وسبته ينشف. هل ده بقى ننشفه؟ لا بصي دايما عرق الفليتو بيجي من جزء معين من الذبيحه ما بيحتاجش تسويه كتير. اوكي هو تسويته من 25 ل 30 دقيقه. لا انا سبته الصراحه بتاع ساعتين. عشان كده عشان كده نشف. يعني ما احطلوش ميه، المفروض ان هو لا احطيله شويه ميه صغيرين جدا عشان البخار اللي طالع ما يفقدش الجوس اللي جوه عرق الفليتو. واغطيه عادي بالفويل؟ واغطيه عادي بعد تلت ساعه او حوالي بالظبط نص ساعه. من تلت ساعه لنص ساعه بعدين ما شيلش الورقه يعني ما تشيلش الورقه يطلع، وبعد كده ممكن تشوحيه حته زبده لو بعد ما يطلع. بعد ما يطلع انا بشوحه قبل ما يخش. بعد كل ده انا معزومه اول يوم رمضان لان دي الاكله. لا اكيد يعني ماما عامله بط بقى كمان معايا كده في البط. نورينا نورتي. هي كان ليها سؤالين. السؤال السؤال الاولاني ان هي كانت عايزه تعرف الديك الرومي بالخلطه. اوكي احنا ممكن نجيب الديك الرومي نغسله كويس ببرتقان وملح وفلفل وخل وعصير ليمون. تمام. ونجيب شويه ثوم، فص ثوم، ونبدا نرشق في قلب الديك الرومي من جوه فص الثوم وشويه عارفه القرنفل اللي هو المسمار، نبدا نرشقه في قلبيه عشان الزفاره اللي فيه. وبعد كده نعمل الخلطه بتاعتنا، صلصه طماطم، عصير بصل، ملح، فلفل، ونجيب شويه اوريجانو زعتر، ونبدا ندهن كل الموضوع، ندهن الديك الرومي. طيب. اوكي طيب في سؤال كمان. انا عايز اعرف وصفه للتخسيس بدون اي ادويه للسيدات. لا ما هنا مش يعني اوعدك ان احنا نعمل في البرنامج حلقه ونجيب متخصصين للموضوع ده، لكن انا تجربتي تجربه شخصيه. الشيف لكن ما يعرفش وصفه تكون وصفه اكل اكل تكون للسيدات تحافظ على الرشاقه برضو بدون ادويه. زي ما انا قلت لحضرتك ان احنا ثقافه الغذاء عندنا ان احنا ما ناكلش حاجه فيها نشويات عاليه جدا فتزود عندي الكوليسترول. في بعض انواع زيوت موجوده بتخفض حده الكوليسترول في الدم، فببدا ان انا احافظ وامشي على نظام غذائي معين ان انا ما اخدش كوليسترول عالي، حاجه فيها دهون كتير. ده اللي انا اقدر اقوله لحضرتك. ممكن اقدر ما اخدش حاجه مثلا فيها ستارش كتير، نشويات. بس انا اوعدك ان احنا نعمل حلقه على الموضوع ده. قبل ما نطلع لفاصل عايزين نشوف شيف جلال عمل لنا ايه. الاول حط البصل والكرفس وفص ثوم وكرات وطماطم، ماشي، ورقه لورا اوكي. اول ما يتبلوا هنحط عليهم شويه الميه مع مرق الدجاج. طيب يلا نحط حبه شويه الميه عليهم. اوكي. وعقبال ما انت تحط ورقه حبه الميه انا عايزه بس اقول حاجه مهمه جدا. قبل ما نطلع لفاصل، شيف جلال هو عضو منتخب مصر للطهاه ومسمى او واخد لقب سفير فني للطهي بمصر، واخد ميداليه ذهبيه وثلاثه فضيه. يا ستات يا ستات انا عايز اقول لك، لا انا قبل بس ما نطلع فاصل، في موضوع جميل قوي احنا عاملينه كجمعيه طه، عاملين نادي لمحبي الطهي موجوده في العجوزه، ممكن نقول على عنوانها. ممكن نقول بس سريعا ونرجع نقول مره ثانيه. طب عامه كده موجوده، كده موجوده 20 20 شارع سالم بالعجوزه. اوكي. الموضوع عباره عن ان احنا عايزين نخلي كل السيدات يعرفوا يطبخوا طريقه اتيكيت، وفي نفس الوقت نعرف القيم الغذائيه اللي موجوده في قلب الاكل. هنرجع بعد الفاصل. يقول لنا مره ثانيه العنوان بتاع والتليفونات والجمعيه دي، بس الاول نرجع للفاصل وبعد الفاصل نكمل الطهي بتاعنا مع شيف جلال. رجعنا نواصل مع حضراتكم ستات ما بيعرفوش يكذبوا من قاعه المؤتمرات مباشره مع مفيده ومع الجمهور. مساء الخير يا مفيده. مساء الخير يا منمونه. ازيك يا مفيده؟ يا مفيده عايزين نسال الجمهور يعني لو في حد اتعلم من خلال برنامجنا او في عرايس اتعلموا الطهي بالفعل من خلال برنامجنا ولا ايه؟ اسالي الجمهور. طب
استني اسالكوا الجمهور ادور على المايك. المايك اهو. اميره ومنى بيسالوكوا من خلال البرنامج بتاعنا، مين فيكم اتعلم من خلال مين بجد يعني في اكله اتعملت حضرتك؟ يعني انت متابعانا في البرنامج؟ انا مستمعاكي، تعالوا عشان كل الجمهور في البرنامج يسمعوكوا. الجريسكو جميل جدا. يا مفيده. الجريسكو مفيده جميل. يا مفيده. يا الجريسكو جميل. ايوه اميره كانت شاطره فيك يا مفيده. ايه؟ يا مفيدة اتعلمت النجريسكو منك. اتعلموا النجريسكو. اتعلموا النجريسكو. عايز اقولك ان نص اللي قاعد في روضة مطبخ وبيجنوني. طبعا. يعني نصهم بيجنوني. سلمينا على شيف جلال فاروق وتسلم ايده، احنا متابعينه يعني. شيف جلال، منى واميرة بيسلموا عليكم وبيقول لك تسلم ايديك. وهو هيعمل لنا دلوقتي الطاجن، الطاجن بقى البامية. مظبوط؟ طاجن البامية بلحمة ضاني. طيب اوكي. نبدأ نعمل الطاجن. لحمة ضاني، بامية، بصل، ثوم، كزبرة خضراء، عصير ليمون، ملح وفلفل وتوابل. طيب. احنا ده كان دي الشوربة. دي الشوربة. لسه هنضربها. لسه هتتضرب. طب جميل. طب نعمل الأول نشوح اللحمة بتاعتنا. اوكي. قبل ما تشوح في حد عنده اسئله؟ اتفضلي. معلش بعد اذنك، لما بنعمل بس الفراخ محشيه بالرز فبنعملها ازاي؟ سواء اذا كان مثلا يتسلق الاول ولا الرز يتسوى. لما ايه محشيه الفراخ محشيه بالرز بالخلطه، فبنتعمل ازاي السيكونس بتاعتها او ازاي الطرق بتاعتها؟ وبرنامجكم في منتهى الجمال، اكتسبنا رقه من منى، شقاوه من فريده، واللمضه من اميره بصراحه. اميره دي جميله. اتفضلي يا حاج. اتفضلي. نفسي اعرف احسن طريقه لعمل الفراخ البانيه عشان ولادي بيحبوها بدون دهون كتير على الفراخ البانيه. حاضر. ازيك الاول؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب، انت منوره الدنيا كلها. ربي يخليك يا رب. حضرتك عايزين نعرف شوربه السفود؟ شوربه بطريقتها. وعايز عزومه عندي اول يوم رمضان، طريقه البط بالاكل الصحي يعني. الاكل الصحي. حاضر. شكرا. خلاص يبقى احنا نه. اتفضلي. وانت عايز تعرفي ايه؟ مش عارفه. مش عارفه عشان سلمني. طيب. هو بالنسبه للكبد، الخرشوف بيعمل اعاده بناء خلايا الكبد. طبعا عندنا نسبه كبيره عندهم كبد، فيا ريت بس تعملوا لنا تشكيل من الخرشوف عشان يعني الناس تستفيد. دي انا وعيدك ان الشيف محمود ان شاء الله هيعملها لك. حاضر. مره اثنين. اهلا وسهلا. سكه قمر. دلوقتي احنا عندنا اكتر من سؤال، يعني لو قدرت ان احنا نجاوب عليهم وانت شغال يا شافي يبقى حلو قوي. اول حاجه طريقه عمل الفراخ بالرز، نحشيها ازاي؟ نحشي الفراخ رز ولا نحشي الفراخ اوكي. نحشي الفراخ رز. يا شافي. اوكي. ها لو حبينا نحشي الفراخ هنجيب الفراخ. اوكي. وهنبدا نخلط الفراخ، نعمل فلق معايا، نعمل الفرسه بتاعه الرز، نعملها زبيب وفلفل اسمر وملح وفلفل، وبعد كده ناخدها بشويه لحمه مفرومه ونحشي الفرخه فيها، وبعد كده نربطها كويس وناخدها بزبده لا الفرسه نفسها اللي هي اتحشت جواها هتتقلب. انا مش سامع. لا خليك انت وانا هودي لها المايك. طب اديها المايك. وقربي بقى، قربي تعالي. تعالي. معلش كله ني في ني، يعني الفرخه بتبقى نيه والخلطه نفسها نيه ولا بيستوي الاثنين؟ لا لا الفرخه نفسها نيه، لكن الفرخه اللي جواها شويه مستويه. مستويه نص سوا. والفرخه نيه. اوكي. طب يختلف حجم الفرخه نفسها لو الفرخه كانت كبيره او صغيره في الحشو نفسه؟ لا مش هتختلف، انت كده كده انت هتحشي الحشو اللي موجود عندي، لكن هي هتختلف في طريقه السوا بس. الفترة الزمنية بتاعت السوا. من 20 دقيقة، من 20 دقيقة لحوالي 35 دقيقة. من 20 دقيقة ل 35 دقيقة. السؤال الثاني كان بتاع الحاجة عايزة تعمل سكالوب فراخ، صح كده؟ بانيه، البانيه لأن ولادها بيحبوه، بس عايزة تعملها بطريقة هيلثي شوية علشان طريقة هيلثي شوية. احنا ممكن ما بصي أي حاجة فيها فاست فود إن احنا نحط الحاجة في قلب الديب فرايد ما بتديناش قيمة غذائية كويسة. فاحنا ممكن إن احنا نعملها بشوية زبدة على النار وكانها شبه مقليه.
ودي افضل طريقه. طيب قولي بقى انت عملت ايه دلوقتي كده. بصي احنا ضفنا اللحمه والباميه اوكي والبصل وفص ثوم وهنضيف الطماطم دلوقتي. تمام. عايز اقول لك ان احنا عاملين النهارده الباميه بطريقه جديده شويه، ان الطماطم فيها قليله بس حاطط صلصه قد ايه؟ بس حاطط صلصه نص معلقه بس عشان التست مش اكتر من كده. طيب انا عايز اسالك حاجه يا شيف، انا دلوقتي بعد ما الميه تتشكشك كده في الشوربه انا هضربها في الخلاط؟ هضربها في الخلاط وخلاص كده. وخلاص على كده. ودي انا هحطها في ايه؟ في برام؟ ودي هنحطها في برام. اوكي نجيب بس البرام ممكن؟ برام. طيب اثناء ما انت بتجيب لنا البرام كان الباشمهندس سال على حاجتين. طريقه عمل شوربه سي فود حلوه وازاي يعمل البط اول يوم رمضان بشكل حلو كده هيلثي برضه. اوكي بصي هو في كذا طريقه لشرب السي فود عامه. يا مفيده احفظي شوربه الطماطم كويس عشان بحبها. ان احنا ممكن نعمل حاجه شوربه سي فود تكون عباره عن ميه. اميره بتقولك معلش عايزين نكتر عشان هاخد معايا في الاستوديو للشباب. وامير عايزه تشرب شوربه. هنضيف بس شويه ميه صغيرين. انا قلت كده طاجن الباميه معلش فضحتك. انا قلت كده انا قلت كده. بتقول لك اتعلميها كويس عشان تعرفي تعمليها لنا في الاستوديو في عزومه رمضان ان شاء الله تعمليها لنا في رمضان. ايوه 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 ايوه. طيب خلاص. انا اتعلمتها ما انا حطيت اهو عرفت بيحط كله نايف نايف. اسمها ايه اسمه ايه؟ ورق لورا؟ لا كرف. قزية كرف وبصل وجزر ورق لورا وزيت وملح وفلفل وبسيبهم وطماطم وبسيبهم يتشكشكوا يا اميرة شوية لغاية ما يشربوا المية. اسألنا هعملهالك اول يوم رمضان. ماشي تمام. مفيدة اسألنا شيف جلال عن الجمعية ديت، الجمعية اللي في شارع 20 سالع سالم. الناس بتخش بتتعلم. اميره بتسالك يا شيف مره ثانيه وكل المشاهدين عايزين يتاكدوا من العنوان. اميره منى بتسالنا على العنوان. احنا منى عايزين نعرف العنوان. عنوان الجمعيه؟ لا احنا 17 20 20 سوري 20 20 كم؟ 20 شارع سالم. احنا عارفين العنوان. هيجمال بس احسك وانت جاهزه انت تبع الموضوع ولا رويده انت تالفه؟ الرقم رقم التليفون 010-655-27-567 ده رقم الجمعية. تاني مفيدة. أنا كنت قلت قبل كده إن كل يوم من خلال السوق ومن خلال سوبر ماركت 2012 في مطبخ زي كده مرتين في اليوم. طب احنا ثلاثة شيفس تانيين منورينا موجودين معانا. معانا الشيف اسمحوا لنا احنا نتقابل معاهم دلوقتي على طول. معانا الشيف رويدة احنا جات لنا قبل كده في الاستوديو، ومعانا كمان الشيف محمد نصير منورنا ده غير الشيف جلال. فاسمحوا لنا ان احنا نحييهم ربنا يديكم الصحة. الشيف محمد منورنا اتفضلوا. معانا الشيف كمان محمد ربيع ومعانا الشيف شهيره وهينورونا برضو اخر يومين في المعرض ان شاء الله. انت برضو تابع منتخب مصر؟ انا عضو في منتخب مصر للشيفات والحمد لله كان ليا الشرف ان ابقى رابع عالم في شغل الحي اللايف كوكينج زي ده على مستوى العالم كله ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. شيف رويدة انت عملت لهم الاول العكاوي. السلام عليكم. حد جاي العكاوي ولا لا؟ الاكل اخباره ايه اللي عملناه؟ هندوق دلوقتي. ما دقوش. لا احنا كلناها احنا بس اتخنت شويه. احنا عملنا في الحلقه بتاعتنا الصبح بعد الحلقه استاذك احنا عملنا كوارع بفته وعملنا عكاوي طاجن عكاوي بلسان عصفور. بكره هتعملي ايه بكره؟ عايزين نقول انا هكون موجوده يوم الخميس. يوم الخميس محمد هيكون موجود كمان سريع. بكره ان شاء الله هنعمل حاجه فراخ مخليه معموله باي نوع جبنه عندنا وملفوفه، حاجه جديده مع البطاطس، حاجه طعمها جديده وتنفع لرمضان، وهنعمل معاها حاجه تاني مفاجاه لرمضان ان شاء الله بكره بالمشمشيه والقراصيه والحاجات دي لحمه. بالتوفيق ليكم نشكركم جدا. شاف عايزين نشوف الشكل الحاجات بتاعتنا. احنا كده خلاص هنبدا نعمل الرز. الرز لكن عموما ما تيجوا بقى تساعدوا الشاف يلا كل واحد يشتغل. وايه ده انا راح فين؟ بس يلا كل الثلاثه يشتغلوا. انا كنت بسال يعني الناس بتعلم فري ولا ايه؟ السي فود بس عقبال ما هم السي فود سوري السي فود في نوعين من انواع الشرب السي فود. في السي فود ان احنا المفروض نعمله زي الميه كده يا مفيده جوعتونا بتبقى شوربه السي فود مع الجندوفلي مع كل اللي موجود من السي فود. وفي ممكن ان احنا نعمل شوربه تقيله زي كده بالظبط
زي الرز بلبن، بس احنا هنعمل حاجه مختلفه تماما. هنعمل شويه نشا نربط الميه مع شويه لبن وشويه كريمه لباني، ونضيف عليهم الستوك السمك او شوربه السمك اللي احنا شغالين بيها. يعني مفيده، الناس بتسال شيف جلال مفيده سمعاني، الناس بتسال الجمعيه دي بتعلم فور فري من غير فلوس خالص ولا بسعر رمزي؟ الناس بيسالوا يا شيف هل في فلوس بتدفع عشان يتعلموا ولا دي فور فري؟ الجمعيه دي متهيالي لا، ممكن ينسقوا مع الجمعيه. في فلوس يعني؟ متهيالي لا، هو دول متهيألي لا، هو لسه مفيش حاجة. يعني احنا لما كنا بندي كورسات كنا في الاول خالص بندي كورسات مجانا، يعني بنفرغ وقتنا، لكن مش عارف دلوقتي الوقت بقى يسمح ولا لا. تمام. وحتى لو في فلوس بتبقى فلوس رمزية مش كتيرة يعني. خليه يعمل تخفيض مخصوص للستات اللي ما عرفوش يكذبوا. بالظبط، اللي يجي يعمل تخفيض في اسعار اي كورسات للستات ما يعرفوش يكذبوا. بالظبط، او اللي جايين على طريق برنامج عايزين الجمعيه تعمل تخفيض خاص للستات اللي ما بيعرفوش يطبخوا زي حالاتي. طيب اوكي كلنا تمام. شكرا يا مفيده. في كمان عايزين نعرف حاجه مهمه جدا، ان احنا لو حبينا نعمل في الالياف اللي ربنا خلقها لنا زي البليله وال احنا هنتكلم فيها دي، بس الاول نخلص الاكل لان طيب. شيف محمود بيخلص دلوقتي، لو انتوا ثلاثه شيفس انترناشونال لسه ما خلصتوش، ايه الموضوع ده؟ ايه فين الطبيخ؟ فين الاكل؟ الناس هتاكل الشوربه طلعت، ادي الشوربه طلعت، طلعنا الشوربه، ادي الزبادي طلع، بس خلاص مش عايز اي حاجه. عندكم عزومه كده، احنا عايزين جعانه. عدوا، واحد اثنين ثلاثه اربعه، خلاص طلعوا لي الطاجن، خمسه خلاص الطاجن طالع، سبعة ثمانية تسعة عشرة جعانين جعانين. آيس كريمة سوية بس شكله حلو، نايف نايف بس لسه ما استواش. وادي الشوربة، اوكي وادي الشوربة، وادي الشوربة، يبقى كده الرز لسه ما خلصش. مش مشكلة، الرز بقى احنا بنعمله في بلادنا. نادي على جزر، يا خساره جزر مش موجود. بشكركم شيف جلال، انا بشكرك جدا، وانا كمان بشكرك وايده، شيف محمد بشكركم، بشكر كل اللي حضروا. واخر حاجه يا ستات، لا اسمعها كويس الستات، تاني تاني ستات ما بيعرفوش ايه يكذبوا يكذبوا. مفيدة بنشكرك جدا، ميرسي يا مفيدة، وسلمي على جمهورك من خلال برنامجنا، وبلغيهم يا مفيدة ان هنكون معاهم ان شاء الله بكرة وبعده وبعده يا مفيدة ان شاء الله، وهنكون موجودين معاكم يعني بكرة وبعده ان شاء الله. تحياتي لكل مشاهدينا، ونشوفكم في الاستوديو بكرة، وستات ما عرفوش يطبخوا ولا يكذبوا. وانا كمان ميرسي يا حبيبتي.